ناسي ناسي. شحال دابا من نهار لحد ياك؟ حد اثنين من تم من هذاك النهار خرجات؟ من نهار خرجات من تما مشات؟ اثنين صباح خاصي دي. سلام عليكم خويا الدريه بنتي كتبيتي عند خالتها في نهار الحد في المحمديه ركبتها في الطاكسي جات الدريه ما خناش الناس لحد العام مشينا للبوليس ذكرنا درنا كل خوش عندنا شي مشكل معاكم ما عندناش ما عندنا مشكل لا والو ما عندناش مشكل الدريه يقولوا لنا كيفاش اخنا خليل فين تكون مسات فين تكون كون عرفت فين جاتكم مشيت ليها قلبتي على كاع قلبت لي كله خوتها كلشي قلب كلشي كيقلب ما عرفناش من كاين درتو الشكايه ديالو درنا الشكايه عند البوليس درنا كلشي خرجت نهار الحد من عند عمها من عند خالتها الاثنين الصباح خرجت من عند خالتها اثنين الصباح اثنين الصباح خرجت من عند خالتها ما كان مبسوط ناش دابا ما قلناش ما خليتو ما خلينا نقلبنا البوليس كلشي خاص عندها شي مشكل مع شي واحد في الدار لا ما كاينش ما كاين غير خوها ما كاينش المشكل ما كاين حتى حاجه دابا كنطلب من الله ومن هذا المنبر هذا شنو كتقول خالتها فهادشي شنو كتقول انا اللي عنده هاد الدريه الله يسامحه غيطلقها من البنت شاكين في انها مخطوبه اوه فين هي حيت دابا الناس كيقولوا لنا شافوها في مدينة الناس شافوها في مدينة صحاباتها قلبنا صحاباتها ما لقيناش ما خليناش نقلبها يعني ما خليتوش فين قلبتو ما خليتش فين قلبت ما كايناش دا خوها دابا اللي عنده هاد الدريه يجيبوها على امان الله والله ما يخاف يجيب الباب الدار يحطه ويمشي امرت كتقرا اشنو لقيت سميه الدريه؟ سلمى سلمى خانت الام ديال سلمى انا من سلمى سلمى ما عرفت حتى واحد ما بغى يقول لي شي حاجه فين كاينه حتى حد ما بغى يقول لي فين كاينه بنتي انا ما باغا منهم والو حتى ما يجيبوا لي غير بنتي غير بنتي انا خدامه عليهم ما خاصني حتى حاجه انا بغيت غير بنتي وكتقرا بنتي مزيان وبنتي معمره كانت لا معمرها دارتها معمره بنتي دارتها حتى حد درب ما عندها فين كاتب شي بنتي مشات انا ما باغا منهم والو يجيبوا لي بنتي بنتي انا مخطوفه شاكه شاكه 100% شاده عليها شي حد ولا العلم الله شي اللي كيعلم حيت بنتي خبرات بنتي ما موالفاش ليها كتعرف هنا مزيان ولا ما كتعرفش كتعرف بنتي بنتي تعرف كل شيء بنتي كتعرف هنا حافظه هنا ما يمكنش بنتي دار بها بنتي بنتي هذه شي حد دار بها ولا دارت بها شي وحده تبعتها هذا هو الحل الوحيد اللي عارفه هذا هو الحل الوحيد اللي عارفه بنتي كتقرا مزيان انا ما بغيتش جي عند با وخوتها مزوقة فيكم غتقول يا بنتي انا مزوقة شنو يا بنتي ما بغيت حتى شي حاجة بغيت هو ما ندوي معاك قسما بالله يا حتى شي واحد ما يدوي معاك لك يا بنتي تشوفيني غير شي والله بنتي ما ندوي معاك حق الله العظيم بنتي ما ندوي معاك ولا نتكلم معاك بنتي انا مزوقة فيك بنتي غير شي غير شي يا بنتي اللي كنتي تشوفيني يا بنتي الله يرضي عليك جي تشوف يا باك بنيتي وتشوف خوتك اشنو ما دايرين عليك ما خلينا فين قلبنا والو ما خليت بحر ما خليت سبيطارات مشيت تلصوف تخاف نقلب فيه بواحد بواحد مشيت كل شيء وما لقيتكش يا بنتي حرام عليك بنيتي اللي كنتي تشوفيني وتعذبي مهمتك انا مزوقة فيك بنيتي انا مزوقة فيك الا ماشي انا معورطة فيك بنتي مشيتو عند رجال الامن دابا مشينا انا مسوقه فيك بنيتي انا معرضه فيك بنيتي الله يقلب كل شيء يقلب خوتها كل شيء جيران كل شيء كيقلب عليها كل شيء معروف على بنتي واش عندها شي مشكل معاكم كضربوها لا معمري ضربتها معمري ضربتها من صلاحتها لا ما قراتش صافي ما عنديش علاش كنضرب بنتي هاكا حمزه دوي مع خصك حتى لو بغيتو
لا بولي يلا صافي سير. واحد خبز لا وشوفي اخوك شوفي شوفي اخوك اش داير عليك بنيتي شوفي شوفي كبنتي شوفي انا مزعوقة فيكم اسكت خليني نهضر انا مزعوقة فيكم شوفوا انا مزعوقة معارضة فيكم جيبوا لي غير بنتي انا ما باغي منكم والو انا مزعوقة فيكم الا كنت تشوفوني انا معارضة فيكم ما باغي منكم حتى شي حاجة جيبوا لي غير بنتي جيبوا لي غير بنتي شوف يا سلمى مشيت للبحر مشيت للبحر مشيت للجردة ما خليتش القلب ها دابا قول خرجت من الحد وصافي من الحد خرجت بنتي من الحد معاوتاني من الحد ما شفتش والو انا مزوقه فيكم انا معورضه فيكم شنو تدير عند خالاتها في المحمديه دابا المشكله كانت في البحر كانت في البحر نهار الحد مشات للبحر من تما كاين خافت لينا ندوي معاها ولا شي حاجه ولا نضربها ولا شي حاجه وهربت عند خالاتها مشات بوحدها نهار مشات بوحدها مشات بوحدها في الطوبيس من اللي مشات في الطوبيس واحد الوقت سنيت خوتها قالت لي حذيه قالت لي انا غاديه مع خوتي داكشي اللي طيقتها ولا ما نطيقش بنتي وما نطلقش بنتي تمشي ما نطلقش بنتي مشات للبحر مشات للبحر من اللي مشات للبحر من تما كاين طلعت خافت ترجع خافت لا ترجع للدار نضربها يمكن هادشي علاش هربت عند خالاتها من تما مشات عند خالاتها خالاتها ركبوها جا البارح ركبت ركبوها اليوم في الصالبه لا مشي اليوم خليني تنتنفس ركبوها في الطاكسي باش تجي لهنا باش تجي لهنا الكاز جات مع ركبت مع العشرة وصلت هنا مع الحداش ملي وصلت هنا مع الحداش شافوا الشيعه ولا مشيتها لا ما شتاش ما جاتش عندي شافوها غير الناس قال لك الدور شافوها في دار العلاوي دونك فجات وصلت هنا وصلت للمدينة تلاقات مع شي بنت ما قدرتش تجي عندي للدار صافي مشات للدار العلوي بقات كدور اذا البنت خايفه منك خايفه انا ما ندويش معاك والله انا ما ندويش معاك ابنيتي والله ما ندوي معاك قسما بالله بنيتي واش انا ندوي مع بنتي واش انا بنتي اللي بيتها البارح الربعه باش الناس يصليو وانا باركه في الزنقه ما مشات للبحر بوحدها ولا مع جات هي وثلاثه البنات ثلاثه البنات صحاباتها وحده عرفتها منهم وجوج ما عرفتهم حتى واحد ما بغى يوريهم ليا ما عرفتش هاد البنات فين واش البنات اللي قالوا لي الله ولا هما اللي الاولاد مالها ولا لا ما عمرها دارت بها ما عمر بنتي قلت لك دارت بها يمكن هادو هما اللي كلاو بنتي دماغ هما اللي كلاو بنتي دماغ شنو تقولي لبنتك شنو تقولي لها نقول لها قلت لها تجي رجي جي يا بنتي الا شفتيني جي الله يرضي على بنتي الله يرضي على بنتي الا ماشي عند باك وعند خوك راه باك مريض هذا راه باك مريض عفا بنتي الا ماشي الله يرضي على بنتي الله يرضي على بنتي الا ما بانوا لي ولا الا كنتو الا كنتو ناس ومزيانين ومسلمين صيفطوا لي عاد بنتي ما باغا منكم حتى شي حاجه الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين حضر نمره التليفون باش يسمعوا عليكم الناس شنو تختك ترجع تسكن صح تسكن صح تهضر مع الناس عندهم النمره عطوني النمره قولها انا قولي 06 قولي 06 انا نقول وانت قول لي قول لي انت 06 74 17 70 77 99 17 70 ياك ديال الباكر انا مزوقه مع النمره التليفون عندهم الله يرحم الوالدين اللي بانت لي شي حد يتصل بيا شكيت انها مخطوفه ولا هربانه لا شاكي شكيت فيها مخطوفه حيت بنتي ما دارش بنتي ما كتبقاش تقدر تخاف بنتي كتخاف ما تقدرش تبقى بوحدها انا لا ما نعست حدايا ما تنعس انا عارفه بنتي انا عارفه بنتي ما وقع لها شي انا عارفه بنتي وقع عليها شي حاجه انا 100% بنتي وقع عليها شي حاجه ولا سد عليها شي حد ولا الله اعلم واش قالت لكم دوني للبحر وما بغيتوش ولا هي مشات بوحدها لا قالت لي غادي مع خوتي ما قالش يديني ما الفا تقول يديني ديتها غير داك السبت ديتها للبحر ديال بيبسي عام توجدتها وصافي من تما كان ما وقفش هاد السبت قالت لي راني غادي مع خويا طيقتها مع خوها ولا ما صيفطتهاش ولا ما صيفطتش بنتي ما صيفطتش بنتي هادشي اللي وقع لي راه لا اله الا الله محمد رسول الله يرضى عليكم بخير على خير امين 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 السلام عليكم شنو كتجيك سلمى بنت خال بنت اختي بنت اختي بنت اختي شحال عندها 12 عام انت اللي مشيتي عندك المحمديه انا كنا حنا ما مسافرين ما كناش في الدار قالت لي يلا دخلنا بشي شويه للدار حليت عليها الباب قلت لها مع من جيتي قالت لي راني جيت مع المحمديه قلت لها مع جات لعندي المحمديه قلت لها مع من جيتي قالت لي راه جيت مع خويا شوي كذبات عليا قالت لي زعما راه جيت مع خويا بغات باش ما نضربها ما حتى شي حاجه قلت لها صافي ملي جيتي مع خوك صافي دخلي
دخلت بقات معانا الصباح، قلت لها بنيتي سيري كملي الدروس ديالك وداك الشيء وشدي العطله وجي عندي. قلت لي صافي خالتي هذاك الشيء اللي هو اللي كاين. في الصباح 10:30 ركبتها في الطاكسي. انت اللي ديتها برجليك؟ انا اللي ديتها برجلي للطاكسي. ملي ركبتها في الطاكسي كنعيط لباها، قلت لي وسلمى وصلت؟ تيقول لي لا مازال ما وصلت. كل مره نعيط ليا كيقول لي وسلمى، كيقول لي مازال ما وصلتش. وانا تنطالب غير بنت خدي تبان بخير وعلى خير، ما بغينا من هاد الناس حتى شي واحد اللي عند ركبت في الطاكسي. اش من المحطه منين ركبت؟ محمديه. من المحمديه؟ طاكسيات. عارفه لا نمره الطاكسي ولا اول مره دارتها بي ما مولفه ديما تقيده ما قيدتهاش. هي ركبت الطاكسي مشات؟ جات في الطاكسي صافي الشريك. ما وصلتش هنا ملي وصل ما ماش ملي كنعيط لهم كيقولوا لي راه ما وصلتش. قالوا لي على الاتصال حتى جيت البارح حتى الليل قالوا لي راه ما وصلتش للدار صافي. كون عرفتي على انها ما غاديش تجي للدار تتخلات ماشي بوحدها؟ انا ما كنتش عارف كون صحابه دير بحال هكاكم ما نصيفطهاش، حتى هي ديما كتجي عندي وكنصيفطها في الطاكسي. ديما هي كتجي وكنصيفطها في الطاكسي. ما هي مره مجنون مالفه دائما، ولكن هذه المره ما قايداش لي النمره ديال الطاكسي. ما صيفطاتش لكم النمره ديال الطاكسي؟ لا ما صيفطاتهاش هذه المره. ولكن يعني كذبات عليكم على انه راه جات مع خوها؟ هي ما جاتش مع خوها. انت تقشي بها؟ انا تقشي بها. شنو تبغي تقولي للامهات ولا الناس؟ وكنتمنى من هاد الناس ما بقاش يثيقوا بحال هكا، اللي داز على سلمى ما عمر شي واحد يبقى يثيق بحال هاد الشيء. الشيء اللي كنقول انا طالبه الدري علاش قد تشوفينا سلمى اختي بنتي اجي. صافي ربك صافي. قلت لك تشوفينا سلمى اختي غير جي. بغينا منها وكنت بغينا اجي، ما بغينا منها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما بغيناها منها. بغينا اجي الشيء اللي بغينا. تجي سلمى، وحنا بغينا سلمى، بغينا حتى شي حاجه اخرى، بغينا سلمى بنت اختي تجي بخير وعلى خير. اي واحد تكون عنده ولا شي وحده كانت عنده وخازنها ولا شي حاجه تجيب لنا، ما بغينا منهم حتى شي حاجه اخرى. جبنا حنا الدريه الله يرحم ليهم الوالدين. الشيء اللي بغينا. نرجع لكم يا نرجع يا تقعدي هذيك تخدم على صويا. اذا مشاهدين قناه شوف تي في كيف ما كتابعوا معنا، هذه الام ديال سلمى اللي كتبلغ من العمر 12 سنه. كنتمنوا على ان اللي شاف هاد البنيته هذه يصوني على الاب ديالها 0677 99 17 70. اجي اخويا انا عافاك يعني هاد البنيته هادي مشات للبحر. عطاني اخويا التصويره عافاك نزومي عليها كانت التصويره. هادي اللي هادي ديال دابا هادي كامله 3 ايام دابا راه الاحتفال ديال الوداد. صيفط لي صيفط لي الوداد قيدا المره وصيفط. هي هادي البنت ياك؟ يعني اللي شاف هاد البنت هادي يتصل بالاب ديالها اولا يديها الاقرب بوست ديال البوليس، حيت رجال الامن راه عندهم ديكلاراسيون. كنتمنى على اي واحد شافها يتواصل مع العائله ديالها، راه كلشي محروق كلشي كيقلب على سلمى. العمر ديالها 12 سنه مازال ما كتعرف والو، باقا صغيره. جات من المحمديه لمدينه الدار البيضاء في طاكسي، ومن تما ما بقات عليها حتى شي خبر. صافي اخويا مالو هذا؟ إذن مشاهدينا هاد البنت هادي سميتها سلمى، عندها 12 عام، خرجت نهار الحد مشات للمحمدية عند خالتها، هي مشات للبحر. قالت لما قالت لي أنا راني غادا مع خوتي للبحر، خلاتها تمشي، شدات الطوبيس طلعت للمحمدية مع ثلاثة ديال صحاباتها. وصلت للمحمدية تبحرات وللعلم الله شنو كانت كدير تمايا. من بعد مشات عند الخاله ديالها قالت ليها بان راه جيت مع خويا. قالت لها جيت مع خويا، فاش دخلاتها خالتها قالت لها فين هو خوك؟ قالت لها راه مشي قضي شي غراض. والام ديالها ما فخباراش بان راه بنتها مشات بوحدها للبحر، يعني هي تاقت فيها خلاتها تمشي للبحر ودارتها بها كيف ما كنقولوا. البنت عندها 12 عام، قالت لها غنمشي مع خوتي للبحر، ولكن هي مشات مع ثلاثه ديال صحاباتها للبحر. وصلت للمحمديه، وللاسف
خالتها تلقاتها باش تجي لمدينة الدار البيضاء، تلقاتها في طاكسي، يعني جات في طاكسي لهنا لكازا، ومن ثم غبر لها الاثار. والعائلة ديالها راكم شتو كلشي مخلوع وكلشي كيقلب، كلشي باغي سلمى ترجع بخير وعلى خير. المشاهدين كنتمنى مع انكم تبارطاجيو هذا اللايف وتوصلوا الصوت ديال هاد الناس المغاربه كاملين، واي واحد شاف سلمى يديها اقرب بوست ديال البوليس او لا يتواصل مع الاب ديالها في 0677 97 17 70. ردوا بالكم لولادكم، هي بنت عندها 12 عام ودارتها بالام ديالها ودارتها بخوتها ودارتها بخالتها، دارتها بالاسره الصغيره ديالها كامله. قالت لهم انا غادي للبحر مع خوتي، ولكن كيتفاجئوا بانها مشات للبحر مع ثلاثة ديال صحاباتها، وكذبات على امها، كذبات على خالتها. سلمى لكنتي كتسمعي هذا اللايف، والديك كيقول لك رجعي، راه ما غيأذيوكش، ما غيضربوكش، ولا ضربوك اصلا لا ضربوك، غيضربوك على مصلحتك. رجعي عند والديك، راه مخلوعين عليك، الام ديالك راه سخفانه، الاب ديالك راه مازال ما ناعش، وكل شيء كيقلب عليك. رجعي لداركم، راه كلشي كيقلب عليك. اذا مشاهدينا حتى لهنا غادي نوصلوا لنهايه البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، اللقاء.